السلام عليكم. اليوم نروح لولاية أم بواقي لنقف على الأشغال تاع الملعب، التوسيع تاع الملعب تاع أم بواقي. والملفت للنظر هو أن التصميم قديم 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 قدم الزمن، يعود إلى فترات قديمة جدا. لماذا يعني المدرجات يتم فصلهم بفراغات في الوسط؟ يعني العوض أن يديروا شكل دائري مستمر يعني بدون انقطاع، يديروا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.